ضعف. ما حدا بنوب، كل مين هون على كيفه بالشغل، سولات. نحن عم نشتري بالغالي، انا بياع مفرق، الله وكيلك. اللي هلا بتقولي له اعطيني فاتوره بيقول لك ما عندي نلع، هيك. كله سولات. تاجر يعني؟ التجار والشقيعه وكله، اعطيني فاتوره ما حدا بيعطيك. والله بس يعني حضرتك نحن شلون بنتاكد؟ التسعات ما نت من فوق 6300. 6300 عندك فواتير؟ فواتير بس تيجي صاحب المحل، والله ما عندي فواتير. ارجي اذا عندك فواتير اعطيني. والله بس تيجي صاحب. حضرتك نحن شلون بنتاكد انت عم تبيعه ب 6333 صحن البيض؟ شو بدنا نعرف؟ الصندوق عم بيعطي 78. قال انت نحن صادقين كلامك، بس اللي بوثق الحكي الفاتوره. هيك كان الوضع قبل تقريبا اكثر من سنه بآذار عام 2021 قبل الانتخابات الرئاسيه. فلتت الدنيا طبعا بشكل متتابع يعني، ووصلت الى هذا السوق، فوضى بالسوق، ارتفاع اسعار يوم بعد يوم، ما حدا عم يعطي فواتير، عشرات التقارير يعني على مدى أشهر، ومراقبة وتموين ينزل على السوق وتموين يطلع من السوق، ما في فايدة. ولكن بالنهاية طبعا كان لازم يكون في حل، يكون في منقذ للمواطن المسكين. بسوريا ما في غير منقذ واحد. أصدر الرئيس بشار الأسد قانون جديد شدد فيه العقوبات على مخالفات التموينية، وأعطى أوامره وتوجيهاته بأنه يتم ضبط السوق، بحيث أنه صاروا وزراء بذات نفسهم ينزلوا على السوق ويسعروا المواد كل مادة بمادتها، ويحذروا التاجر أنه إذا أنت ما التزمت بالتسعيرة ما راح تلاقي طيب. هاي الأربعة لتر خير عم بيع بثلاثين، زيت الدوار عم بيع الخير كمان 76. لا 7600 هي 7600. نعم استاذ. انا ربحان فيها 200 ليره استاذ. هذا السعر اللي انت جايبه من الجمله 7400. ايه. وهذا المورد اللي اعطاك اياه ولا الموزع؟ لا موزع، هو محل مرتب. نعم. طيب سعر الجمله لما بيعطيك عم يعطيك فاتوره؟ لا نحن بدنا ناخذ فاتوره، لانه نحن حريصين. نحن اسال هون يعني. نعم. اسال الناس بيقول لك نحن بعنا رحماني يعني. نعم. والله العظيم ربحنا بالقروش. انتم سعركم جيد. نعم استاذ. وهذا السعر حتى اقل من السعر المحدد بنشره الاسعار الاخيره. امرك استاذ. بس نحن قانونيا انتم بالنسبه لكم مشانكم. نعم. لازم لما تجي بالمستقبل ضابطه التموينيه لعندكم بدها تطلب فاتوره. انت مشان تحمي حالك مشتري من سوق الجمله او من المورد يكون معك فاتوره، لازم انت كبائع مفرق تطلب الفاتوره. استاذ عم نطلبها بس بيعطونا ورقه عاديه وكشف. نحن هلا عم ندقق بالاسواق المركزيه، بصير في هذا الامر وبس يعطونا فواتير. بالعكس انا بصير ترتاح، انا برتاح نفسيا وبصير ببيع ارخص من السوق اللي مطلوب. تاجر الجمله لازم يعطيك فاتوره. انا استاذ لهن هلا بجوز كانوا ما يعطونا، بس هلا في الامور القوانين اللي طلعت جديده صار غصب عنهم بده يعطونا. بس يعطونا انا مستعد التزم بالبيع، هاي مستعد بيع على 100 ليره استاذ. هلا نحن انا بيعي هون بالحاره معروف. هلا نحن وبقدره قادر انقلبت الامور بين يوم وليله، وكل شيء سبحان الله زبط وصار على مثل ما بيقولوا سنقه عشرة. يعني رجعوا نفس المذيعين ونفس التلفزيونات، نزلوا بعد صدور المرسوم بيومين ثلاثه كان كله تمام. ايه اخذت فاتوره فيهم. ايه على طول بيتعاملوا هون معكم بالفاتوره؟ على طول بيتعاملوا معنا بالفواتير. الفاتوره البندوره؟ ايه يعني على طول انتم بتاخذوا؟ على طول بناخذ فواتير. ايه الشهر يعني. على طول بيعطيك فاتوره؟ ايه على طول. اهلا وسهلا. هلا شو هون كانه عم تنظم فاتوره؟ ايه هي فاتوره، بايعين فاتوره نحن على النشره الصادره اليوم، نشره سبعة من وزاره التجاره الداخليه. لكن كلها فواتيره نظاميه كلياتها. شوف الكاميرا. ما بنحسن نشتغل الا فواتير نظاميه 100%. يعني حاليا دائما عم يكون تداول يومي بشكل يومي. نحن ما بنشتغل الا على فاتوره، مستحيل ما نشتغل بلا فاتوره. ناموا فتره على الموضوع لزوم الانتخابات الرئاسيه، اصلا ما كان حدا فاضي لحدا، يعني كانت الاعراس والافراح واي شيء اخر، ارتفاع اسعار، عدم توفر مواد، اي شغلات صغيره امام العرس الوطني الكبير يلي حصل يعني في الربيع الماضي. بعدين يعني
طنشوا على الموضوع ما عاد هالكاميرات تلاحق وتشوف موضوع الفواتير، موضوع ارتفاع الأسعار، يعني من بعيد لبعيد ونسى الموضوع. ولما رجعنا تذكرناه كان الواقع على هذا الشكل. يا رب دخيلك. وهيك الفاتورة هي؟ ما هي هيك نظامي، ما حدا بيعرف صورها بس هيك فاتورة يا جماعة. بس شوفوا شوفوا انت بعد سوق الهالك كمياته العالم، شوفوا كتابة يدوية كتابة يدوية. وإذا قلت لهم بدي بيقول لك لا تشتري، الله معه. لا ولا قوة إلا بالله. نصها ولا بندورة؟ شو بدنا نشتري بلا بندورة؟ ما فينا، ما فيها كل شيء. غدا بندورة ما فينا. شو وضع بسوق الهالك؟ والله بهوي. لا شو بدك تنكد الزيت 265,000 يا رب. كان اليوم بالسوق حاطط أسعار، فيني أعرف ليه؟ الكل بدون استثناء من اول شيخ سعد لعند حضرتك ما في اسعار. ليش؟ اي والله شو بعرفني، كل ما حد بحط اسعار هون، يعني من السوق ما في لا فواتير ولا شيء. بس اجى التموين شو بتعمل لك؟ شو بدي اعمل؟ يعني التموين كلياته بيجي لهون، مثلا بيطلع يا بخالف يا بقدر الوضع وبيمشي. يعني على قولة المثل، تي 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 مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. ما في تسعيرة على الخضرة. هلا بالنسبة للأسعار، لأنه وزارة التموين عنا الأسعار اللي حاططها كلياتها مي منطقية ومي مزبوطة. على سبيل المثال كيلو البندورة اليوم بتراوح بين 3 و 3500. ليش صار فجأة 3 و 3500؟ الوضع الجوي، شهر رمضان قولا واحد نزل أسعار من هلق هيك، فما بالك بشهر رمضان بجوز كيلو بندورة ب 5600 جوي. والمرسوم والرئيس والهيبة، الحقيقة كل البلدان في قوانين وفي دساتير، ولكن في بلدان فيها دولة بيطلع القانون وبيتطبق بحذافيره، مثل أول يوم صدوره مثل بعد 20 سنة، ما حدا بيسترجي يخالف القانون. وفي بلدان منسميها نحن باللغة العامية بلدان خرطي، ورئيسها أو بلدان خرطي من رئيسها. والله بهوي.